السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان سبق لي تكلمت معكم في واحد الفيديو عن أدوات الأداء، وكنت تطرقت في واحد الفيديو السابق عن الشيك، وحاولت نوضح لكم بعض المساوئ ديال الشيك والتعريف ديالو من جميع الجوانب. وحاولت نوضح من خلال ذاك الفيديو يعني جميع المواصفات اللي كتهم الشيك وما يحيط به. وكنت وعدتكم وقلت لكم بان غادي في الحلقه المقبله ان شاء الله غادي نهضروا على يعني ادوات اخرى، منها امر بالتحويل وادوات الائتمان كالبطاقه البنكيه. على اي حال، اليوم غادي نحاولوا نهضروا على امر بالتحويل البنكي، وهو واحد الامر اللي كيعطيه صاحب واحد الحساب البنكي داخل واحد الوكاله بنكيه او مؤسسه بنكيه. من خلال ذاك الامر كيطلب من البنك ديالو باش يحول واحد المبلغ من حسابه الى فائده شخص اخر، سواء كان الشخص شخصا ذاتيا او شخص معنوي، شركه او مقاوله او مؤسسه عموميه او شركه تامين او شركه بيع السيارات او في نطاق يعني مؤسسه تجاريه او غيرها. وهذا موجب هذا الامر، هذاك البنك ديالو او ذاك الوكاله البنكيه والمؤسسه البنكيه ديالو كتخصم هذاك المبلغ من الحساب البنكي، وهي واحد الوسيله مؤمنه، يعني عكس ما يقع بالشيك، لان الشيك معرض للتداول بين الاشخاص اذا لم تطبق فيه بعض المواصفات كما شرطها من قبل، بحال مثلا الشاك يكون مسطر يعني ان شاك بارئ، او ذاك الشكل غير قابل للتطهير، يعني كان منعو ذاك لا سيركولاسيون ديال الشاك. ولكن هو لور دو فيرمون، هذا الامر بالتحويل البنكي هو واحد الوسيله مؤمنه، وبالتالي يعني كتبقى مساله بنكيه بين بنك وبنك، كتكون واحد يعني واحد العمليه مؤمنه جدا، ومن خلالها كي هذاك صاحب الامر او صاحب الحساب البنكي كيكون مؤمن عن حسابه وعن معاملته التجاريه، وبالتالي تكون هذه الأداة يعني متداولة بشكل عام ومؤمنة عكس ما يقع بالشيك. ومن الناحية المحاسبية، فأمر بالتحويل يلعب دورا مهما في يعني آثار العملية وملاحظتها عبر الحساب أو كشف الحساب البنكي، يعني واحد العمليه اللي كتخلي واحد لاتراسابيليتي، يعني كان اللي كتبين من خلاله واحد اشعار البنكه، حتى ديالك البنكه ديالك كتصيفط لك واحد اشعار بعمليه سكون ابل انا في دو ديبي، كتصيفط لك واحد الاشعار كتبين لك من خلاله اشكون هو ليميتور ديال داك التحويل البنكي، وشكون هو لو ريسيبتور نتاع داك التحويل البنكي. ثم هناك بعد الأدوات الأخرى كأدوات الائتمان كالبطاقة البنكية، والبطاقة البنكية أصبحت متداولة بكثرة في يعني في عالمنا هذا، عالم الإعلاميات والرقمنة لا ديجيتاليزاسيون، ما بين الإدارات، لأن حتى الإدارة العمومية كاينة ديجيتاليزاسيون دابا، وليتي كتمشي كتخلص الجنيات أو كتخلص يعني جميع الضرائب اللي عليك، او يعني الاشتراكات ديال الكهرباء والماء يعني، او المشتريات ديالك عبر المحلات التجاريه الكبرى المعتمده، اللي في غالب الاحيان ديالها كتعتمد على هذه البطاقه البنكيه، لان كتسهل واحد المجموعه من المعاملات، وبالتالي حتى البطاقة كتحاول تتخلص من بعد الممارسات كالسرقة
يعني واحد الوقيته دايز بالك شي محل تجاري كتدخل له شفتي شي حاجه مزيانه، ما كيكونوش عندك النقود ولكن هناك بطاقه ائتمانيه، هناك بطاقه بنكيه اللي كتسهل عليك واحد المجموعه من العمليات، وبالتالي عندها فوائد كثره، وهي وسيله اصبحت متداوله في عصرنا الرقمنه، سكون ابيلا ديجيتاليزاسيون، واصبحت من الادوات الاكثر استعمالا يعني داخل المحلات التجارية وأخرى معتمدة. غير هو من هذه البطاقات البنكية فيها عدة يعني عدة أشكال وأنواع. هناك البطاقة العادية اللي يمكن لك كتدفع بها، يعني صالحة للدفع والسحب، يعني كي يسفي دافوار ان كونت بانكير، يكون عندك حساب داخل مؤسسة بنكية، وبالتالي هذيك المؤسسة كتسلمك واحد البطاقة اللي هي على حسب المعاملات ديالك، وعلى حسب يعني على حسب رأس المال ديالك والمعاملات لو شيفر دافير ديالك والوضعية البنكية ديالك او مدى أهمية الحساب البنكي داخل هذيك المؤسسة. فإذا كنت واحد من الزبناء اللي عندهم عمليات تجارية كبرى أو عندهم رأس مال كبير، فهي المؤسسة البنكية كتمشي معك بعيد كل البعد، وكتحاول تعطيك تسهيلات عبر هذه البطائق. كاينه واحد النوع من البطاقة وهي بطاقة الائتمان، سكون ابل لي كارت فيزا. هذا بطاقة الائتمان يعني البنك كتعطيك واحد الرصيد شهريا مسبق، يعني كيمكن لك تصرف فيه من خلال الجيشيات الاوتوماتيكيه، سواء تابعه للمؤسسه البنكيه اللي انت فاتح الحساب او مؤسسه بنكيه اخرى، سكون ابل لو كارت فيزا. يعني من خلال هذه كتعطيك واحد الرصيد اللي كاين رصيد اللي كيبتدي من 2000 درهم ويقدر يوصل حتى ل 50000 درهم 100000 درهم على حسب المعاملات وعلى حسب الاهميه ديالك واهميه الحساب البنكي. وهاد بطاقة الائتمان هي واحد يعني واحد التسهيلات كتعطيهم لك البنكة من خلال هذه البطاقات اللي كتتم بها استخلاص جميع المستلزمات ديالك او المشتريات ديالك، سواء داخل المحلات التجارية الكبرى او المحلات التجارية المعتمدة اللي عندها التي بي اللي كتستعمل هذا النوع من الاداء. يعني يمكن لك تمشي للباتيسري، يمكن لك تمشي بارفومري، يمكن لك تمشي لشي بيع الملابس او محلات تجاريه كبرى لا داعي لذكرها. من خلال هذه البطاقه الائتمان الانسان كيقضي المحتوى دوي، كيكون عنده واحد القنص سري اولا، لان ما يمكن لك لا كارت بونكير هذاك البطاقه البنكيه او البطاقه ما يمكنلوش شي واحد يدخل الا بالقن السري. وهذا القين السري هو كيكون خاص بك اللي خصك تحتفظ عليه، وفي حالة ما إلا تم الضياع ديال البطاقة البنكية خصك تعلم في الحين المؤسسة البنكية ديالك باش كتحاول يعني كتوقف هذيك المعاملة بهذيك البطاقة، وبالتالي كتكون بطاقة مؤمنة. وهذا ما يخص اليوم هضرنا على الأمر بالتحويل البنكي والبطاقة بطاقة الائتمان. وإلى هذا نكتفي بهذا القدر، وإذا أعجبكم الفيديو ديروا لي لايك، وإذا كانت عندكم ملاحظات أو بعض الاستفسارات أو طلب معلومات عن كل ما يخص بالأدوات البنكية فأنا رهن إشارتكم، وضعوا لي وأنا نجاوبكم. وما تنساوش تشاركوا في القناة، لأن بالمشاركة ديالكم غادي تدعموني وغادي تخليوني نزيد ونحاول نجيب لكم معلومات مفيدة. وإلى اللقاء في حلقة مقبلة بحول الله.